طفل. لو كنت فعلا كويس يمكن اطلعك مرة في الحلقات معايا. صحيح؟ ايوه طبعا، انا النجم مش كده؟ يا نهار لبن زبادي، العربية دي ما فيهاش فرامل. ده بقى اول امتحان ليك يا صغنن. طيب ايوه، دي ازاي حلقة 37 اتحاد عربات قمة الافاعي؟ كويس قوي. دلوقتي الحلقة 37 هي دي اللي بجري وبنط فيها؟ لا لا، دي اللي بتنط وتجري فيها. هي دي وسع بقى. اهدى شوية يا فلان، ما معكش فرامل. ما تخافش، انا هوقف العربية. لسه مفيش مصورين. عجيبة، ساعات تلاقي الدنيا معكسة، كل حاجة ما عندها معاك، عشان الحظ يبتسم لك والنجاح يطير وراك. لو أول مرة تخيب، لا ده مش عيب، خد فرصة كمان، ولو في الأول مش هتنور حاول كمان. ده امتحانك التاني يا صغنن. ياه، بيسرقوا البنك. الحلقة 4 مش ضربة حظ اللي محتاجها تيجي وتمشي على طول. لو فعلا عاوز تستثمرها ركز واعمل بالأصول. برضو مفيش تصوير؟ حاول حاول قوم، لو في الأول مش هتنور حاول كمان. حاول حاول كمان. كمان حاول حاول كمان. دول متخشبين من الخوف. ده أكيد في حيوانات بتحاول تاكل دماغهم. دي زي الحلقة 27 لما كسرت الدبتين من الدار. إصابة لسرقة النواجي. مش دول قرود؟ أفظع، سرقة قرود شكلها كده. الحلقة 34 ودي إجابة صحيحة. أيها النائب الابتدائي، نجحت في الامتحان؟ هتقدر عليهم؟ ده أكيد. يلا على صابق القرود. لو كنت سرت في أول جولة ولا اسمك مش مشهور يمكن توصل للبطولة. لو حاولت تعدي السور ده بكفاح في يوم هتوصل فيه. فلو في الأول مش هتنون حاول كمان. حاول صدقني يا رون.